السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الله يرحم لك الوالدين. وعندي واحد سؤال آخر. نعم. واحد نهارات سمعت بأن سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أيه. سيدنا إبراهيم عليه السلام وولده سيدنا إسماعيل. أيه. وقلت وهاد الهضره يعني سيدنا ابراهيم قال لك سيدنا اسماعيل خرج منه اعتزل من الدار ديالو اعتزل من باه. نعم. وسيدنا ابراهيم واحد النهار مشى يفقد ولده سيدنا اسماعيل. نعم. وفاش مشى عنده ما لقاهش ورقم المراه ديالو. اييه. سولها على الاحوال فاش كيعيشوا قالت له يعني ما رضاتش بديك المعيشه. نعم. شكات قالت له المعيشه يعني ماشي هي هذيك وقال لها ملي يجي راجلك. نعم. قول ليه يبدل العتبه. اي فعلا. وجا سيدنا اسماعيل وقالت له مرته بان راه واحد الراجل كبير هكي داير عطاتو الماء النعت ديالو. نعم. قال لك قالت له راه وصاني. قال له شنو قال لي؟ قال لي راه قول لراجلك يبدل العتبه وطلق المراه ديالو. اي اول هذا الكلام بالطلاق. اي فعلا. قال لك وطلق ديك المراه وعاود تزوج سيدنا اسماعيل وبقى سيدنا ابراهيم عليه السلام واحد المده وجا مشى زارو. نعم. قال لك فاش مشى زارو ما كانش عاوتاني ما لقاش عاوتاني سيدنا اسماعيل ولقى غير المراه ديالو. نعم. قال لك وسولها ولقاها من كتحمد الله وكتشكرو. اييه. قالت له يعني عايشين بخير وكتحمد الله وقال لها غنوصيك بنتي ملي يجي راجلك قول لي ثبت العتبه ديالك. السي دكتور بغيت نعرف حيت انا هذه القصه ديال سيدنا ابراهيم قلتها لشي وحدي. اييه. قال لك ما يمكنش حنا غنامنوا بها وبغيتك توضح لي السي دكتور الله يرحم لك الوالدين. واخا مولاي باذن الله سي جمال باذن الله مولاي. أن هذه القصة اللي ذكرت سيدنا إبراهيم الخليل مع ابنه إسماعيل راها قصة واقعية وقصة صحيحة في السنن المطهرة، فعلا كما رويتها هكذا وقعت. لكن البعض يعترض عليها من ماذا؟ من باب التطبيق. شي مرة شي واحد تاهويا مزوج مع شي امرأة وباه كان في البادية، هو ساكن في المدينة. جابه من البادية رجل مسن شيخ كبير، طرق الباب خرجت لي العروسه ديال ولده، قال لكن فلان كتقول لي ما كاينش، قال لك دير الحاله ديالكم. قالت لي والله الا غلاء المعيشه وهذاك الزوج ما خدامش ما كيتهلاش فيا وحالته حاله وكذا ومعقدني في حياتي. توا ملي سمع هذا الكلام ملي تلاقى مع ولده قال ليه بدل العتبه. فولده هو يسول واحد العالم من العلماء، قال لي واش نطبق الوصيه ديال ابي كما طبق سيدنا اسماعيل وصيه ابيه ابراهيم؟ قال لي رفقه لا ما طبقش هذه الوصيه. قال لي علاش؟ قال لي هذاك سيدنا ابراهيم الخليل عليه السلام وربي فتح عليه من مفاتيح الغيب، وهذاك الابن ديالو راه سيدنا اسماعيل راه حتى هو نبي من الانبياء وهو الذبيح الذي نجاه الله تعالى، وحتى هو اغبق الله عليه من الفهم والاستنباط. اما انت ووالدك فأنت من عموم الناس، فلا يمكن أن نطبق الكلام ديال باك مباشرة ونقول لك يقول لك بدل العتبة أطلق المرأة. إذا سولنا دابا الآن 50% من النساء المتزوجات، إذا سولنا مع الحياة الزوجية ربما غادي يقول لك حياتنا فيها معاناة وفيها شدة والزوج ما كينفقش والعائلة ديالو ما كتحترمنيش، هذا معتاد. إذا طبقنا هذا الكلام غنحكموا بطلاق نصف المجتمع، وهذا لا يمكن. فالحديث كما رويته صحيح وهو خاص بالأنبياء والمرسلين، فهناك الأحاديث يقول ما جاء خاص بالأنبياء وما هو عام بالأمة، فهذا خاص كلام سيدنا إبراهيم مع ابنه إسماعيل وهما في مقام النبوة.
فلا يعقل ولا يمكن ولا يجوز ان انسان عادي بحالنا يجي عند ولده ويقول القمرات تقول لي كلام يقول لي طلقها ويطلقها اتباعا لسنة سيدنا إبراهيم الخليل. لا لا يمكن. هذه سنة ليس المراد بها الاتباع، هذه خصوصية للأنبياء وديال المرسلين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.